وللحديث عن ملف محاولات ضرب الصناعة في العراق والمنتج العراقي والمستفيدين من هذه العملية، معنا من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، وكذلك معنا أيضا من عمان عبر سكايب الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي. أهلا بكما معنا دكتور هلال ودكتور صباح. نعم، أهلا وسهلا. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور هلال لو سمحت باقتحام قوة حكومية لمصنع البلاطات في بغداد وإيقاف واعتقال العاملين في ذلك المصنع، هل صار واضحا أن ما يسمى الدولة الرسمية مشاركة في استهداف الحركة الصناعية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين وتحية للأستاذ صباح، الأستاذ صباح المحترم. الوضع الاقتصادي في العراق وضرب الصناعة العراقية هذا استراتيجية اعتمدت منذ 2003 ولحد الآن، ونحن في القطاع الهندسي والقطاع الصناعي في العراق الذي شارك في بناء هذا القطاع بشكل كبير، وكان لدينا منشآت كبيرة وضخمة وعملاقة وتعتبر فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تم الاعتداء عليها بعدة طرق. الطريقة الأولى هي استباحة هذه المنشآت ونقل المكائن والمعدات فيها إلى الخارج أو سرقتها فيما يسمى بالحواسم في وقتها، ومن ثم ما تبقى منها تم إيقاف معظم المصانع، وهناك استهداف منظم واضح جدا، لأنه أنت عندما تأتي على مفاصل الاقتصاد العراقي وتحصرها فقط في النفط الذي تسيطر عليه جهات محددة وتلغي الصناعة وتلغي الزراعة وتوقف الدعم للصناعة المحلية أي إن كانت هذه، سواء كانت قطاع خاص أو قطاع عام، إضافة لو لا كانت محاولات منذ البداية إلى خصخصة القطاع العام، بيع القطاع العام. وأعتقد هذا الكلام، احنا يعني أنا كنت عضو مجلس الشركة في واعترضنا على هذا الأمر بشدة في 2004 عندما أرادوا أن يبيعوا حتى علماء العراق للاستثمار. فالاعتداء على الصناعة الوطنية المحلية هو جزء من السياسة في الدولة العميقة التي تفرضها إيران على العراق تحديدا، ومن خلال الميليشيات ومن خلال مفاصل الدولة بأكمله تعمل لصالح المشروع الإيراني ولا تعمل لصالح العراق بأي شكل من الأشكال، سواء كان في الزراعة أو في الصناعة في الكهرباء. ابقى معنا دكتور، نبقى عند نقطة الحكومة في الحقيقة، وهي نقطة مهمة للغاية دكتور صباح من عمان عبر سكايب. في ورقة الكاظمي للإصلاح الاقتصادي تحدث طويلا وأسهب عن نيته تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها لتقف على قدمها ثانية كما قال في تلك الورقة، لكن لا نعرف كيف ستنهض الصناعة الوطنية والحكومة تشارك في إعاقة تلك الصناعة بمثل هذه الممارسات، اقتحام مصانع وعدة أجهزة تقوم بهذا الاقتحام وتقود العاملين فيه إلى الاعتقال. تحية لكم ولضيفكم الدكتور هلال. حقيقة ما ذكره الدكتور هلال يوضح لنا المنهج الإيراني في السياسة العراقية، سواء في مجال الصناعة أو في أي نوع من أنواع مجالات الحياة الإنتاجية بكل أشكالها وحتى الخدمات. ولكن تراجع القطاع الخاص وكذلك أيضا العام اقتصاديا بالعراق له أسباب واسعة وكبيرة، بدءا من عمليات الحصار منذ عام 1991 حتى 2003، ورغم رفع الحصار عن العراق بعد 2003 وكذلك ارتفاع الإيرادات النفطية الكبيرة والضخمة، حقيقة بقت عملية التراجع للقطاع الخاص وكذلك أيضا تدهور القطاع العام، مما أدى إلى زيادة كبيرة جدا في نسبة الفقر والبطالة. لذلك العراق أصبح بلدا ريعيا، وهذا بفعل عدة عوامل. أولى هذه العوامل هو فشل العملية السياسية في إدارة العراق بكل جوانبه، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا ثقافيا على كل وخدميا، وهذا انعكس بشكل واضح على زيادة نسبة الفقر والبطالة بشكل خطير جداً.
لذلك نلاحظ أحد الأسباب الأساسية التي تدفع بجميع الشباب والخريجين باتجاه عملية التوظيف الحكومي، وليس هناك فرص جديدة لتطوير العملية الإنتاجية. نعم. والعراق يمتلك قاعدة جيدة. نعم. هذا الجانب حقيقة أعطانا إمكانية توضوح أن هناك جهات تعمل على برمجة وتدمير البنية التحتية للقطاع الخاص وكذلك أيضا العام. من تلك الجهات دكتور؟ من تلك الجهات التي تعمل على ذلك؟ الجهات التي كما ذكرها الدكتور هلال، الدولة العميقة المرتبطة بأجندات خارجية، سواء مافيات الفساد في دول الجوار أو في دول العالم. ولذلك نلاحظ هذا التراجع الخطير جدا وصل إلى مراحل عالية جدا، دفعت بالأجهزة الممثلة أمنيا أو ممثلة لقوى سياسية وأحزاب تمتلك أذرع مسلحة في عمليات الاستكمال. نعم. طيب. لتدمير القطاع الخاص بالدرجة الأساسية. طيب دكتور ابقى معنا لو سمحت، نعود للدكتور هلال. دكتور، بين الفينة والأخرى يجري الحديث عن رفع قيمة التبادل التجاري بين إيران والعراق إلى عشرات مليارات الدولارات. السؤال، ما الذي يصدره العراق لإيران مقابل قائمة طويلة من استيراده من إيران بطبيعة الحال، والتي تبدأ من الطماطم إلى الكهرباء والغاز؟ العراق يصدر إلى إيران الولاء الحكومي والولاء الحزبي والولاء الميليشياتي، هذا تصدير كبير، لأن هذا هو كله لصالح إيران. إيران لم تستفد من العراق فقط من الجانب الاقتصادي، وإنما جندت كل حركاتها السياسية وكل أوراقها دفعة واحدة لتخدم المشروع الإيراني، من المعممين إلى المسيسين إلى الأحزاب إلى 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 آخره، إلى نشر الفساد، إلى المخدرات، إلى السيطرة على المنافذ الحدودية، الإخلال أو حقيقة إفراغ الدولة العراقية من حتى الحكومية اللي هي ولاءها لإيران بشكل أو بآخر، من محتواها الشكلي عندما تأتي الميليشيات مسيطرة ترفع العلم الإيراني أو الولاء لإيران علنا وبأسلحتها في داخل بغداد، لم تبقى هيبة للدولة. هذه الاتفاقات الثنائية التي تعقدها الحكومة هي بأوامر إيرانية. لاحظ، يعني من المحزن والمؤسف أنه إحنا الدولة بالعراق اللي هو معروف في المجال الطبي من أقدم جامعات الدول العربية في الطب، نذهب لندعم حزب سياسي معروف لبناني حزب الله ونسوي اتفاقية تصدير نفط مقابل أنه الإدارة المستشفيات في العراق. هل هذا بأمر عراقي؟ ماذا مع احتراماتي لكل الكوادر العلمية في لبنان، ونحن ليس ضد الفكرة إذا كانت فعلا تخدم لبنان، ولكن لاحظ الأمور كيف تسير. يعني احنا العراق الغاز ما كنا نستخدم محطات، ويذكر دكتور صباح معي جيدا، نحن محطات الكهرباء ما نستخدم المحطات الغازية، نستخدم النفط أو الهيفي كرود أويل. لكن بعد 2003 تحولت فلسفة وزارة النفط إلى المحطات الغازية اللي هي عطلاتها لا تعد ولا تحصى، ولكي نستورد الغاز الإيراني تحديدا لصالح إيران وليس لصالح العراق والوضع الكهربائي. نعم. حد الآن الخدمات نفس الشيء، الزراعة تخيل أنه الأسعار يمنع الاستيراد أو يعني يمنع دخول البضائع اللي من كردستان إلى الشمال كي نستورد من إيران طماطم والخير. وهذا الموضوع نشر قبل أيام، يعني مؤسف أنه تأتي مثلا المنتج اللي في شمال العراق لا نستطيع، يمنعون دخوله إلى المحافظات الوسطى والجنوبية لكي نستورد من إيران. نعم. وهذا الكلام أصبح علني، يعني ليس بإدعائي أنا كدكتور هلال أو غيري، وإنما هذا أصبح علني المواطن العراقي. ثم تأتي الحكومة لتتكلم عن قيمة رفع قيمة التبادل التجاري دكتور، يعني هذه في الحقيقة من الأمور يعني المؤسفة. طيب دكتور صباح،
إذا استمرت إيران بعملية استنزاف العملة الأجنبية بصورتها المباشرة وعن طريق بيعها سلع ومنتجات سيئة الجودة، ما المتوقع وما أفاق الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة؟ حقيقة الآفاق أعتقد مظلمة بشكل قد يؤدي ذلك إلى حالة من حالات الانتكاسة الاقتصادية، خصوصا والعراق بلد ريعي، إذا ما حصل في العالم انخفاض في أسعار النفط لا تتمكن الدولة أو الحكومة خاصة الإيفاء بالتزاماتها أزاء الموازنة التشغيلية. يعني هناك معهد التمويل الدولي يشير إلى وجود أكثر من 160 مؤسسة حكومية بها أكثر من 1.5 مليون موظف لا علاقة لهم بالإنتاج الإجمالي السنوي، أي أنهم لا يقدمون شيئا ولكن يتقاضون مرتبات، أي أن هناك حالة من حالات التدمير لأي عمل إنتاجي سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، بل تحويل الدولة إلى 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 بلد معيل للشعب، وليس الشعب هو الذي يعمل على تكوين القيم بكل أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية. ولذلك هناك عزلة كبيرة جدا ما بين الحكومات التي توالت منذ 2003 ولغاية الآن لا تمتلك أي شكل من أشكال البرمجة حتى في الاستيراد. يعني هنا حولوا البلد إلى بلد استهلاكي بنسبة أكثر من 95%، وهذا حقيقة يؤدي إلى وجود فارق كبير جدا، قاب عالي جدا ما بين القوى العاملة العراقية في مجالات مختلفة الإنتاجية الصناعية الزراعية الخدمية وغيرها، وما بين الحكومات والسياسات التي لا تمتلك برمجة حتى في الاستيراد. ولذلك نلاحظ مستقبل غامض، مستقبل غامض. نعم. قد نصل إلى مراحل لا تمتلك الدولة إمكانية سداد ما عليها من موازنات تشغيلية لدفع مرتبات فقط. نعم. طيب دكتور، قبل الانتخابات القادمة ستعمل كثيرا من القوى السياسية المسيطرة في إدارة الدولة على فتح مجال التعيينات للشباب حقيقة اللاهث وراء عملية التوظيف لعدم وجود أي شكل من أشكال. نعم. المساحات. طيب. الواسعة للقطاع الخاص أو القطاع العام. دكتور صباح أرجو أن تبقى معنا. دكتور هلال، هذا الميزان التجاري بين إيران وبين العراق من جهة أخرى، هل ثمت أمل في تعديله في المرحلة القادمة؟ لأن الأرجحية ما تزال لإيران مع الأسف. لا، هو لا توجد أرجحية، وإنما هو بالمطلق لصالح إيران. يعني ماذا قدمنا، ماذا نصدر نحن لإيران؟ نحن نقول اتفاق تجاري بالمعنى الاقتصادي الذي دكتور صباح أفضل مني يتحدث عنه، أنه أنت تأخذ مني شيء وأخذ منك شيء، إذا كان صادراتي لك أكثر من وارداتي فأنا الميزان التجاري لصالحي، أما إذا كانت أنا لا أصدر شيئا فهذا عقد إذعان يسموه. يعني أنت تأتي عليك أن تأخذ كل ما تنتجه إيران، لأن العاملين في الحكومة الحالية هم جزء من الإدارة الإيرانية وهم يعملون لصالحها بشكل علني. فإذا الميزان التجاري ميزان مختل، هو ميزان من طرف واحد، هو فرض الهيمنة الإيرانية على الاقتصاد العراقي وعلى الحكومة العراقية، لأنه لا يوجد هناك تبادل تجاري أو سلعي يمكن أن نقول أنه في ولو نسبة 1 إلى 100. يعني عندي شيء أصدره، ماذا تصدر أنت أخي؟ الشيء الآخر أنه هناك الخلل في الميزانية الاقتصادية، الميزانية اللي قررت الموازنة الاقتصادية بعدد 71 تريليون. طيب من أين ستأتون بهذا؟ النقطة الأخرى أنه قبل أشهر إحنا تستدين الدولة رواتب الموظفين ومن البنوك التي أصحابها كلهم هم أتوا بعد 2003 لا يملكون شيئا،
وبقدرة الاحتلال وبقدرة الفساد الذي استشرى في العراق برعاية أيضا إيرانية وبرعاية دولية أمريكية تحديدا، جعلت هؤلاء اللصوص يصبحون أصحاب رؤوس أموال. وصدق وإن شاء الله يعني نأمل الله سبحانه أن ينجينا منهم ومن شرورهم. إذا حدث شيء من الأزمة الاقتصادية التي تنبأ بها الدكتور صباح، سوف تجد هؤلاء وأموالهم اللي بالخارج أول الناس خارجين ويتركون البلد. شكرا دكتور هلال الجليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان، وكذلك الشكر موصول للدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي عبر سكايب من عمان.